مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سنتعلم فيه كيفية رفع صور إلى منصة مسمات ب كلاودينري. فكلاودينري فهو كلاود خاص بتخزين الصور، وهو شبيه إلى حد ما بجوجل درايف. نقوم بسينياب فور فري، هكذا نقوم بإدخال الاسم والإيميل وباسورد الدولة، وهنا ندخل اسم الشركة مثلا ميفسوفت أو فقط ميف، هكذا نقوم بالضغط على create account. يقول لي أن هذا الإيميل فهو مستعمل، نستعمل إيميل آخر قد نسيت إدخال الباسورد، هكذا الآن فالأمر يشتغل. يقول لي وجب القيام بعملية الفيريفيكاسيون للكونت ليتم تفعيل هذا الكونت. الآن الأمور تشتغل بنجاح. هنا الابي كي والابي سيكريت الخاص بهذا الكونت، وهذه هي المفاتيح السرية التي سنستعملها لرفع الصور إلى هذا الكلاود. هنا نقوم بالضغط على نود جيس، تستطيعون قراءة هذا الجيد. يقولون أن أولا وجب القيام بعملية npm install cloudinary، فهذه العملية تقوم بتنصيب الموديول الخاص بمنصة كلاودينري، هكذا. من ثم فالهدف من هذا الشرح هو رفع استسمح فهو رفع محتوى رفع محتوى أحد المجلدات، فهي موجودة بكود سورس. مثلا هذه هي الصور التي أريد رفعها إلى كلاودينري، فهي صور قمت بتحميلها من جوجل فقط لتجربة هذا الشيء. ما يهمنا هو برمجة التطبيق، فهو كود سورس وهو الكود الخاص بالدرس 20 مسمى بكلاودينري أبلود، هكذا. نقوم باتباع هذه الخطوات. أولا تحميل موديول كلاودينري، ومن ثم سنقوم برفع الصور إلى ذلك الكلاود باستخدام هذه الدالة كلاودينري أبلودر أبلود. وهنا سنقوم بالقيام بعملية الكونفيج لهذه المكتبة، أي وضع السكريت كي والأبي سكريت الخاص بالكونت لدينا بكلاودينري. هذا هو اسم الكونت فهو مفاجئ، وهنا سنضع الابي كي الخاص بنا، هكذا. من ثم وجب تحميل مكتبة FS require FS،
والقيام ب fs read dir get your name pix هكذا function error و list. تستطيعون تفقد هذا الشيء في الدوكيومنتاسيون الخاصة بنود جي اس. هنا في دوكيومنتاسيون و ابي دوك فايل سيستم ريد دير تقوم بقراءة محتوى مجلد وتعطينا لائحة باسم الملفات وهي عبارة عن كالباك و ايرور و فايلز. في حالة اخطاء نطبع الاخطاء، في حالة عدم الاخطاء نقوم فقط بكونسول دير ليست وستطبع لنا محتوى مجلد بيكس. سوس فهو التس 20 خاص بكلاودينري كما تلاحظون، فهو يطبع لائحة بمحتوى هذا المجلد. ومن ثم سنقوم بتمرير تلك الصور إلى دالة أبلودر أبلود هكذا. تستطيع القيام بأمر آخر وهو list for each function pick، ومن ثم القيام بعملية كوبي كولي لهذا الشيء هكذا. وتغيير هذه الصورة ستاتيك ب دير نيم بيكس هكذا واسم الصورة فهي بيك. ومن ثم سيقوم برفع الصورة إلى كلاودينري وطبع الريزلت. إذا كنا مهتمين بالريزلت نستطيع تسجيله في قاعدة بيانات مثلا روجيس، وهي ما أفضل استخدامه. require روجيس var روجيس client روجيس create client. cloudinary list جيسون. هنا نستطيع وضع تلك الأشياء داخل روجيس. روجيس ال بوش روجيس كي جيسون سترينج فاي خاصة بريزلت. ومن ثم تفقد النتيجة في حالة الأخطاء نطبع الأخطاء، وفي حالة عدم الأخطاء نطبع الريزلت. أمل أن يكون ما كتبته صحيح. سنقوم بمراجعة، نقوم بتحميل الموديول الخاص بكلاودينري وأيضا تحميل موديل FS للمرور على محتوى ذلك المجلد. من ثم نقوم باستخلاص محتوى المجلد والمرور على اللائحة على الطابلو ورفع الصور صورة صورة وأخذ النتيجة ووضعها داخل قاعدة بيانات القديس، ومن ثم طبع النتيجة النهائية. لأننا بعد رفع الصور إلى كلاودينري
فإننا نحصل على URL خاص بكل صورة. مثلا هذه الصورة نستطيع الولوج إليها هكذا. فكلاود جينيري فهو خدمة ويب مبنية على أحد خدمات أمازون مسمى بأمازون S3. الآن ما علينا سوى تجربة هذا الشيء. آمل ألا تكون هناك أخطاء بهذا الكود حيث سيأخذ بعض الوقت، لأن رفع الصور تستغرق بعض الوقت ولا أتوفر على صبيب عالي هكذا. كما تلاحظون فالأمر يشتغل، يتم رفع الصور بنجاح إلى كلاودينري. الآن نقوم بريفريش لهذه الصفحة، وكما تلاحظون فقد تم رفع العديد من الصور وكذلك وضع النتيجة. مثلا هذا الجيسون وضعه بقاعدة بيانات الغوديس. مثلا هنا نستطيع الضغط على براوز ميديا لايبراري. كما تلاحظون فلقد تم رفع كل الصور الموجودة بذلك المجلد. أظن أن هذا الشيء مفيد إذا كنتم تتوفرون على صور التقطتموها من خلال كاميرا أو ما شابه ذلك، أي أنكم تتوفرون على العديد من الصور وتريدون رفعها إلى مكان ما في الإنترنت. فكلاودينري فهو لا بأس به. كمان هنا نستطيع حذف الصورة و تصغير الصورة. كمان ريفريش فيو كما تلاحظون. أو نقوم بتدوير الصورة بزاوية معينة ما إلى ذلك. فهو يدعم العديد من العمليات على الصور. أما التطبيق مثلا الذي سيستهلك هذه الصور سيقوم بقراءتها انطلاقا من هذا اليغال. لذا قمت بوضع النتيجة داخل غوديس. مثلا غوديس كلاينت الرانج كلاودينري ليست جيسون كلاودينري ليست جيسون. كما تلاحظون فهذه هي لائحة الصور المسجلة داخل غوديس. نقوم بوضع هذه الأشياء لأن هكذا يتم تسجيل الجيسون إذا تم تحويله من أوبجي إلى شيندو كاركتر. فهذا الأمر طبيعي جدا. الآن من 1 إلى 2 هنا اليغال الخاص بالصورة يحتوي على نوعان من اليغال الHTTP والHTTPS. آمل أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، وإلى اللقاء في درس آخر وشكرا.